أكد ائتلاف متحدون ضرورة احترام هيئة رئاسة مجلس النواب وعدم الخروج عن الدستور والقوانين والنظام الداخلي للبرلمان. ودعا رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيف الكتل السياسية جميعها إلى اللجوء للحوار الهادئ وتجسير العلاقة مع السلطة التنفيذية بما يحقق طموحات الشعب وإرادته، بعيدا عن محاولات فرض الإرادة أو تعطيل المعايير والأسس الديمقراطية المعتمدة.